القيادة العامة لشرطة بيل العمليات، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ضابط مناب تفضل. معك عمليات شرطة أبو ظبي، إن سرقة من سيارة مبلغ قدره 1,500,000، احتمال أن مشتبه به يتجه إلى إمارة دبي. بأي شارع؟ احتمال من شارع الشيخ زايد. رقم السيارة ونوعها؟ نعم، رقم السيارة 3-6-0-6-4 أبو ظبي، الرمز 10، باث بندر أبيض اللون. تم استلام البلاغ وبيتم التعميم. حياك الله. مع السلامة. تعميم على مركبة من نوع نيسان باتفندر أبيض اللون، يرجى التعميم على جميع الدوريات لاتخاذ اللازم، يرجى تحويل الكاميرات على شارع شيخ زايد. تم تحديد الهدف، ضبط 5-9-4-6-1-2-9-1-7، أيضا 4-6-1-4، سيارة حاليا قادمة باتجاهكم. ألو 2-1-8-4، استلمت البلاغ متجه لنفس المكان حاليا. أخذ الحيطة بالحذر والقاء القبض على المتهمين.